حبيتين فقط هما اللي هيحاربوا التهيج وتقليل التورم الناتج عن الحبوب، كمان بتسحب الرطوبة من البشرة. لا وكمان بقى ايه، ليها فوائد كتيرة جدا جدا جدا، واهمهم كمان انها بتعالج الحبوب اللي بتبقى في الجبهة او البشرة اللي هي الحبوب الصغيرة. بجد جميلة جدا الوصفة دي، هتعجبك قوي قوي، خصوصا ان كمان انها امنة جدا جدا والدكاترة كمان بينصحوا بيها. عموما انا هقولك على الوصفة دي وابحثي عنها على النت عشان تصدقي كلامي ان انا بقوله 100%. الوصفة بجد هتعجبك جدا وجربيها، حتى لو تقدري تعملي تيست صغير على حباية او حبيتين وشوفي النتيجة هتنبهري. بجد الوصفة خطيرة قوي قوي. يلا اعملوا لي احلى لايك زيكم كده، علشان اللايك بيشجعني وكمان بيديني حماس ان انا اجيب لكم حاجات بجد مفيده وكمان هتفيدك اكتر وكمان نفيد كل البنات بيها. وما تنسيش لو انت ما اشتركتيش معانا في القناه انزلي اشتركي معانا في القناه وفعلي الجرس. يلا بينا نشوف ايه هي الوصفه. انا هنا معايا حبيتين الاسبرين، عارفين طبعا كلنا الاسبرين اللي هو الريفو او بيتباع في علب، المهم ان هو اسبرين هتلاقوه في كل الدول، هو ده شكله. عموما عندنا في مصر في منه العلب، هاتي اي نوع، هو المهم ان هو الاسبرين. طبعا الميه مهمه جدا، بس الميه انا عايزاها مكتره او اللي هي بتبقى من الفلتر، او انت تغليها وتسيبيها وتبرد. المهم انها تكون ميه صحيه شويه علشان خاطر الحبوب ما يبقاش فيها بكتيريا او يكتر فيها البكتيريا. هاخد منها معلقه صغيره بس علشان يدوبولي القرصتين، هدوب القرصتين خالص لحد ما يبقوا معايا زي الرمل، انا عايزاهم يبقوا بايشين خالص. هفضل اقلب فيهم لحد ما يدوبوا معايا تماما. الخطوة دي مهمة جدا. كمان ممكن ندقها ونبدأ نحطهم في المية عادي، بس هي الفرق مش كبير، يعني هما كده هيدوبوا وكده هيدوبوا، بس الخطوة دي حلوة يعني ان انت تحطيهم وتبدأي ان انت تعمليها. بس عشان التصوير انا عايز انجز يعني. هبدأ بقى ايه كده، خلاص دابوا معايا. عايز اقولك ان حباية الاسبرين بتطهر الحباية بتاعت الوش، كمان بتعقمها، بتخليها ما فيهاش بكتيريا في الحباية من جوه. الاسبرين بجد من الحاجات الجميلة جدا للحبوب ولأي حاجة في البشرة عموما. ده في منه بنعمل ماسكات كمان بالاسبرين للوش لو حتى ما فيهوش اي حاجة، بس اللي هو مجرد ان انت تبعدي البكتيريا اللي هي الضارة عن البشرة. ابحثي على النت بجد وشوفي كمية الفوائد اللي هتاخديها من الاسبرين، بجد حاجة جميلة جدا. هنا خلاص بصوا داب معايا خالص الاسبرينتين، ولازم يكونوا بالشكل ده اللي هو ان انت خلاص هرساهم بشكل يعني تمام التمام عشان يبقى معاكي مظبوط الدنيا. تمام، هبدأ بقى اجيب معايا الليمون. الليمون ليه فوائد كتيرة جدا 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 للبشرة، بيخلي البشرة لو فيها بقع من الحبوب بتتشال تماما وبيبقى في توحيد للون، كمان بيشيل البكتيريا المسببة للحبوب وبينظف المسام بجد، وبيعطي انتعاش واشراك للبشرة. فالليمون من الحاجات الجميلة جدا كمان اللي بتكوي الحباية، فبجد وكمان مطهر جميل جدا جدا للحباية اللي بتبقى في البشرة. تمام كده حطيت النص ليمونة وبعدين قلبتها كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نقلب ونكون الحبوب الاسبرين تكون ناعمة جدا جدا عشان ما تضايقكيش في وانت بتحطيها على بشرتك. هبدأ كمان اجيب العسل. العسل النحل من الحاجات الجميلة فعلا اللي بيسرع بعلاج الحبوب وبيساعد على قتل البكتيريا وبيزيد كمان اشراك وانتعاش للبشرة وبيسرع على عملية الشفاء بتاعة الحباية، فبجد حاجة من الحاجات الجميلة جدا، وكمان بتطر البشرة وما بيخليش الليمون يعني لو في لسعة في وشك او حاجة يخلي ان الليمون يبقى هادي على بشرتك وما تحسيش بأي حاجة. هقلب بردك الخلطة كويس جدا مع بعضها، وده مهم جدا ان انا اكون بقلبهم عشان العسل يدخل في المكونات. تمام كده بصوا، انا طبعا عامله كميه صغيره ان انا ما عنديش الا كام حبايه، يعني حاجات بسيطه جدا على البشره بس كده. فانا هبدا ان انا احط على كام حبايه وبحطها بالودانه، يعني انت لو عندك ودانه اللي هي بتاعه الودن دي اللي هي بتاعه التنظيف فبتبداي تحطي على الحبوب. هنكمل الوصفه وبعدين هحط جل صبار، والجل الصبار من الحاجات بردك الجميله اللي بتدي انتعاش واشراك للبشره، وكمان بتخلي البشره هاديه وما فيهاش لسعات حرقان او اي حاجه من دي، وكمان بتقتل البكتيريا للحبوب وبتنظف المسام جدا. فانا هاخد معلقه من جل الصبار، اول لما احط جل الصبار هلاقي ان انفصلت بقيه المكونات عن السوائل.
تمام كده، بصوا الشكل. طبعا اللي انا عايزه اقولهولك ان انت خدت كل المكونات اللي هي هتعالج الحبوب وبتدي كل حاجه، يعني بجد هتشيل البكتيريا اللي في الحبايه اللي هي البكتيريا الحيه او البكتيريا الضاره، ده كله بيتشيل. انا هنا صفيت المكونات في مصفى، طبعا انا مش هرمي ده ولا هرمي ده، الاثنين هستخدمهم. طبعا ده اللي هو شبه الكبسولات او اللي هو الاسبرين اللي انفصل، هبدا ان انا اخد حته كده واقوم حطاها على الحبايه نفسها بالشكل ده، هاخد حته واحطها على الحبايه نفسها وبسيبها حوالي ربع ساعه على الحبايه زي ما انت شايفه، وببدا اغسلها واجيب ودانه او ان انا اجيب قطنه بالميه بقى بتاعت المكونات اللي انا حطيتها عشان ابقى واخده كل الفوائد بتاعتها، وان انا اقتل البكتيريا الضاره بتاعت الحبوب عشان ما تولدش مكان تاني حبوب تاني يعني، وكمان تكويل الحبايه. هاخد بقى بالقطنه وابدا ان انا امسح بيها وشي زي ما انت شايفه كده، وبسيبها بقى لغايه اما تنشف تماما، وبغسل وشي بميه فتره اللي هي ميه ساقعه او بارده. تمام، بيبقى بقى انت بتسيبيها تنشف كده وبتستخدميها اول اسبوع مرتين في الاسبوع، وبعد كده بستخدمها مره كل اسبوع لحد ما الحبوب تختفي تماما. بس كده، ويا رب تكون الوصفه بتاعتنا عجبتكم، وباي باي.